المرشح سهيل عبد العزيز سلطان السالم، راح أرشح إن شاء الله عن الدائرة الثالثة. بداية يشرفني مرة ثانية أقرب. الاسم سهيل عبد العزيز سلطان السالم، مرشحة عن الدائرة الثالثة إن شاء الله. أتشرف اليوم أن أكون بينكم لأقدم إن شاء الله عن الفصل التشريعي 18 لمجلس أمة 2024. طبعا بداية أحب أشكر أن أنتم أعطيتونا هالفرصة أن الواحد ممكن يتكلم عن باختصار عن برنامج الانتخابي. استكمالا أو بداية انطلاقا من الخطاب السامي لسيدي صاحب السمو أمير البلاد، في حرصه الشديد على التعاون بين كل من المجلس والحكومة، ارتأيت كذلك أن أمثل الدائرة وكل ناخبين الكويت استكمالا لهذه النقطة بالذات، وحرصا منا على التنمية والإصلاح، وكذلك حرصنا الشديد على الهوية الوطنية والذود عنها لما شابها من عبث ولما شابها من ازدواجية وفساد. فبالتالي أحب أن أنا من خلال هذه الفرصة أن أحط إيدي بإيد كل الناخبين والمرشحين للدفاع عن هذا الملف لما له من أهمية للدفع بعجلة التنمية وإصلاح ما شاب من فساد. كذلك أحب أن أنا أبارك للجميع بحلول شهر رمضان المبارك، وأود إن شاء الله من خلال هذا البوديوم ومن خلال هذا اللقاء أن أنقل تحياتي كذلك لسيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الصباح.